اتفضلي. ايه ده؟ باسبورك الجديد. اها. كنت عند عماد في المكتب واخدته منه. كده انت بقيتي مواطنه سوريه رسمي. اشمعنى؟ ما هو انا كان لازم استغل الحاجه الوحيده اللي انت بتفهمي فيها. وعلى فكره كوريا اللغه اللي انت بتتكلميها دي وفاكراها انها تركي تبقى سوري، وده باسبور سوري. ايه؟ هي لغه نداره فيها والسلام يا كوريا. انا ما اعرفش ازاي انت اصلا كان ممكن تتكلمي مصري. لا اخو ان شاء الله هنديه. لا 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 ابوس ايدك، كفايه عليا التركي. اسمعي، الاوضه دي باسمك دلوقتي، باسمك الجديد كده، مالكيش اي علاقه بمصر. اسمك الجديد ايه؟ نسيت. نبي كنت فاكره بس نسيت، معلش. يا كوريا حرام عليك اللي انت بتعمليه فيا ده. المفروض ان انت كنت قاعده مع مروان المره اللي فاتت وكنت حافظه كل حاجه حصل ايه. والنعمه كنت حافظاه، كنت حافظاه، بس هو صعب كده وما بيلزقش في البوق. طب قول تاني، قول تاني كده والنبي. ديما عباس. ايوه هو ده، ديما. ما هو انا لازم انساه، هو في واحده اسمها ديما؟ يعني انت فاكره ان في حد في الدنيا دي كلها اسمه كوريا؟ انت هتتريق ولا ايه؟ لا القصد، المفروض ان انت سيدة اعمال كبيرة وعندك منتجعات، قصدي كرة سياحية كبيرة جدا في انحاء العالم، في كندا وفي البرازيل، وعندك مدينة ملاهي في تركيا. والنبي انا ما عارفة احفظ كل الحاجات دي ازاي، بس يلا ساعتها بقى يبقى حلها حلال. ما تلاقيش، انا هقعد معاكي واحفظك اماكنهم واساميهم بالظبط. المهم تعرفي ان الحاجات دي نازلة على الانترنت بتواريخ قديمة، يعني 5 لـ7 سنين فاتوا، نازلة باسمك وبصورك واضحة 100%. نهار اسود، انت نزلت صورة على النت؟ زمن العيال في بطن البقرة خدوها وعملوا بيها صور عريان. بطن البقرة ايه بس اللي انت بتتكلمي عنها؟ يا كوريا، مروان اكيد لما عرف اسمك من المطعم اول حاجة عملها دخل على الانترنت وعمل سيرش عنك انت وعماد، بدليل انه هو اتصل بعماد. سيرش ازاي يعني؟ ما تشغليش بالك، معلش كاني ما قلتش حاجة. انا عارف اللي انا بقوله لك ده صعب وانت مش مفروض تحفظيه بالظبط، بس معلش احنا لازم نحاول وعشان خاطري استحمليني. ما انا بعمل اللي عليا والنعمة، بس انا مش عارفة كده، الحاجات دي عاملة زي الافلام الهندي وحاساها مش متعشقة في بعضيها كده، وهتلفق في الاخر. مش هتلفق. لا يا كوريا احنا في وضع مفروض علينا. بصي اعملي بس اللي انا بقولك عليه وهتلاقي كل حاجة ماشية صح. معرفش بقى، ربنا يستر. ايه اللي انت بتعمليه ده يا كوريا؟ انا عارفة يا اخويا اللوكاندا اللي ما فيهاش منشر دي. وبعدين انا عايز افهم حاجه، هي الناس اللي قاعده دي هنا ايه؟ معفنه، لا بتغسل ولا بتتشطف الا ما في حمام واحد فيه شطاف. غيارات ايه وشطافات ايه يا كوريا؟ سود، انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا اللي جبته لنفسي. قلت ايه دلوقتي طيب؟ خش، الباب مفتوح. صباح الخير. يسعد مساك. انا يا عماد، ازيك؟ شيل شيل شيل. ايه ده؟ لا لا بالراحة على الغسيل هيتوسخ. ايه؟ اقعد يا عماد، اقعد اقعد، ما تخفيش على الغسيل. بغسل فيها بقى لي ساعة. عملت ايه يا عماد؟ طمني. زي ما قلت لك في التليفون، البيع عايزني انا اللي امسك له شغله، بس قلت له انا مش فاضي. مش فاضي ليه يا اخوي؟ ما كنت امسك له شغله وخد فلوسه وارجع انا. كده احسن يا كوريا، علشان ما يفتكرش ان احنا عايزين منه حاجة. بالظبط. ده راح المطعم تاني وادى نمرته لواحد من الويترز وقال له لما حد فينا يظهر سواء انا او كوريا يكلمه. تمام يا عماد، كده يبقى ماشي على الخطه اللي احنا رسمينها له بالظبط. خطه ايه اللي احنا رسمينها له؟ الراجل طب عليا في المكتب وانت معايا، خطه ايه؟ ده مش بعيد ليه بيخبط على الباب دلوقتي. يا اختي مين؟ هاوس كيم. يعني ايه؟ بس غريبه قوي، انت صغيره في السن على انك تكوني سيده اعمال يعني. عندنا بسوريا مثل بيقول صغير يومه وشهر بيعرف منيح بالدهر. بس غريبة قوي، أنا أول مرة أسمع مثل زي ده. ده زي عندنا كده في مصر، بس إحنا عندنا بقى بالعكس، يعني بيقول لك اللي أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. أيوه صح صح. أنا مش عايز بس أكون أزعجتكم. لا أبدا، اتفضل. أنا وحضرتك بقى يا ترى منين؟ من سوريا؟ من الشام. من الشام؟ الله، بحب الشام. ويا ترى بقى انت منين في الشام؟ ها؟ حكم انا الشام حافظها زي كف ايدي. منين؟ من شارع الجامع.
شارع الجامع؟ ايه؟ لا مفيش حته في الشام اسمها شارع الجامع. كيف في؟ ايوه انت تقصدي شارع الجامع الاموي. ايه؟ اللي جنب سوق الحميديه. ايه سوق الحميديه؟ الله، دي منطقه جميله جمال. انا بعشقها، بالذات كمان انها بتفكرني بخان الخليل اللي في مصر. ايه بسمع فيه، بس بعمري ما زرت مصر. ازاي تبقي سورية وما تزوريش مصر؟ ازاي ده يعني مصر وسوريا ايه؟ ما حاجة واحدة. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. ايه ده؟ اللي مصحيك لغاية دلوقتي؟ مش جايين النوم. طيب أنا هخش أنام بقى. تصبحي على خير. لا استنى. مروان أنا عاوز أسألك، أنت كنت فين؟ اشمعنى؟ سؤال عادي يعني. كنت في الشغل. طب أنا عاوز أتكلم معاك في حاجة. خير قولي. فاكر الموضوع اللي أنا قلت لك لما أحس نفسي إن أنا مش خايفة منك هحكي لك؟ إيه مش خايفة دلوقتي؟ لا مش خايفة. طب اقعدي واحكي. اقعدي. تعالى حبيبي. ها؟ ادي قعدتي. ايه في ايه؟ كنت عاوز اقول لك ان انا حامل. ايوه انا حامل منك. في ايه يا مروان؟ هو انت سكت كده ليه؟ انت زعلت؟ انت زعلت؟ لا لا زعلت ايه؟ ولي زعل؟ اصلا انا فرحانه قوي. عارف يا مروان نفسي اطلع اتمشى معاك واتشعلق فيك كده واقول للدنيا دي كلها ان انا خلاص بقى عندي بيبي من حبيب قلبي مروان اللي سبت كل الدنيا عشانه وجريت وراه لغايه هنا. بعدين اتمنى يا رب ان هو يكون ولد ويطلع شبهك في كل حاجه، في ملامحك وفي شعرك وفي طولك وفي عينيك الحلوه دي، أهم حاجة يكون ذكي عشان أنت أذكى راجل أنا شفته في الدنيا، وده اللي مخليني إن أنا عايشة مطمنة معاك، لأن أنت كل ما تيجي تعمل حاجة تحسبها كويس قوي. مروان أنا نفسي يطلع صوته زي صوتك عشان أنت صوتك دافي وكل ما بسمعه بحس إن هو بيحضني كده. مروان مروان مالك؟ ليه؟ لا مفيش يا حبيبتي، اصل لما كنت في الشغل كنت حاسس بشويه صداع وكده، فواضح ان ده من قله النوم، ف يعني لو ريحت شويه هبقى كويس. الف مبروك يا حبيبتي. الف مبروك. الله يبارك فيك. يلا وقد اوضحت موكلتي في تحقيقات النيابه سقوطها ضحية لشريكها الهارب خارج البلاد مروان أبو عرب واستيلائه على كل أموالها بجانب قرض البنك، وأنه يمكن مراجعة ذلك من خلال تتبع خط سير النقود المهربة، وأنه تم تهريبها في جميع مراحلها باسم المتهم الثاني الهارب. ونلتمس من عدالتكم الإفراج عن موكلتي أثناء التحقيقات حيث أنها لها محل إقامة ثابت، ولا يخشى هروبها بدليل حسن نيتها وتسليمها نفسها للسلطات قبل إلقاء القبض عليها كما هو ثابت في المحضر الرسمي. يجدد الحبس للمتهمة 15 يوم على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد في الميعاد. وانت بقى عرفت حكاية الشارع الأموي في سوريا دي منين؟ أنا بأخويا اللي أعرفه ولا عمري شفته. ألا أمال إيه؟ شوف هو أول ما زنقني وسألني أنت ساكنة فين أنا اتلبشت، بعد كده لملمت نفسي وقعدت أفتكر عندنا في مصر، قلت في شوارع كتير قوي اسمها شارع الجامع، وأدام الجماعة السوريين دول برضك مسلمين زينا يبقى أكيد هم كمان عندهم كده، قمت طخاه. طب ما انتي ذكيه اهو يا كوريا، بتعرفي تتصرفي. طول عمري والنعم، ده انا كنت بطلع العشرة على مدرسه الصنايع ومره طلعت السبعة على الفصل عندنا. برافو برافو. بقول يا دكتور، لو انت يعني ما سمعتش اي اخبار تاني عن كبدكي من ساعه يعني ما سمعنا اول ما جينا؟ لا ما سمعتش عنه اي اخبار، ومن فضلك ركزي في اللي انتي جايه تعمليه وبس. حاضر.
انت ربنا يتوب علينا بقى من اللي احنا فيه ده. تعرفي ان شكلك لايق جدا في الحاجات اللي انت عايزه ربنا يتوب عليكي منها دي. لا يا اخويا شكر، الحمد لله. ده انا عندي مشيتي كده في الحرب برنسيسه كده اهو براحتي بالدنيا. ولا الطقميطه اللي انتوا فيها دي، ده صحيح اللي يشوف بلاوي الناس دون عليه بلوته. تعرفي يا كوريا، الرضا اللي انت واصله له مع نفسك ده هو ده الهدف من الحياه، هو ده اللي كل الناس بتجري وراه ومش عارفه توصل له. لو قلنا يعني مش فاهمه الكلام قوي، لكن شكله كلام حلو. شكرا. بصي النهارده بالليل لازم تقابلي مروان. يا دي النصيبه السوداء. كوريا كده فات وقت مناسب علشان نتحرك وبسرعه. يا راجل انا منين ما بشوف عينين الراجل ده جدتي كده بتتلبش. انا عارفه البنت جولي كانت مخدوعه فيه ازاي، ده ريحه الشر فايحه منه كده، ولا اللي شارب حلبه في عز الصيف. الحاجات المقرفه اللي انت بتقوليها دي، ما انت كنت ماشيه كويس جدا المره اللي فاتت وانا سامعك والتليفون مفتوح، كنت عماله اسقف لك وانت بتتكلمي سوري زي السوريين بالظبط. شكرا يا دكتور. اسمها دكتور. حاضر. اسمعي وانت قاعده معاه ما تجتهديش في حاجات انت ما تعرفيهاش، وانا نبهت على عماد لو سالك سؤال صعب هو هيرد بالنيابه عنك، وانت اتقالي كده ما تتكلميش كتير. اتفقنا؟ ماشي. ربنا يستر بقى. والنبي انا البت جولي دي صعبانه عليا، يعني هي مرميه هناك في الضيقه اللي هي فيها دي، وهو هنا عمال يبرطه زي الحمار، عمال ياكل في النجيله، لا النجيله بتخلص ولا الحمار بيشبع. يا باشا طب وكتاب الله الجندفلي والقعده دي فكروني بابو ايه، كاني في اسكندريه بالظبط. ومين سمع؟ ابو قير وسيدي جابر ومحطه الرمل ومنشيه وبحري. الله ده انت لففها بقى يا باشا. امال ايه؟ يا ابني انا من الوراق، يعني ما هبطش على اي حته لما اعرف مداخلها ومخارجها واكلها وشربها. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عارف يا ابراهيم انت بيعجبني فيك انك مش عيل بلط، عيل خفيف كده وبتحب التنطيط. بتفكرني بنفسي ياما كنت بتنطط برضه والدنيا بتخبط فيا واخبط فيها. طب وربنا المعبود، دي شهاده ووسام على صدري يا باشا. اه والله ده شرف ليا. التنطيط حلو اه، بس مش كل حاجه، لازم يبقى عندك ده شغال. التنطيط يجيب فلوس، بس لو في ده يجيب ملايين. اللهم صل على النبي. طب وربنا انا قاعد بتعلم منك دروس كده ببلاش. او ربنا يا باشا. عشان كده انت لو عندك مخ ما تلعبش معايا. ازاي يا باشا يعني؟ لا مؤاخذه، يعني ما تعملش عليا الحبتين اللي انت بتعملهم مع العيال بتوع بطن البقر. بطن البقر ايه يا باشا؟ ده انا بتاعك منحوت على دراعك. اقطعه لو دراعي كده اقطعه. هو في ايه يا باشا؟ جاسم في اليونان، يعني ما سافرش زي ما انت قلت لي. طب والنعمه دي على عيني يا باشا، كان مسافر، يمكن رجع دلوقتي ولا حاجه، بس وربنا كان مسافر وقتها. ثلاث ايام جربته جربتك. امين. ايه يا هايد؟ ايه يا هايد؟ فرفشي كده يا هايد. صحيح انا مش بطيئك، بس صعبان عليا قعدتك. ما كانوش 15 يوم يا بنت وتجددولك؟ مش حال لما يتحكم عليك يا بنت وتروحي القناطر تعملي ايه؟ مالها يا وينش؟ جددولها 15 يوم عشان كده قاعده زعلان. ومالك يا اسمك ايه؟ اسمها هايتي. ودي داخله في ايه هايتي؟ هي لحد دلوقتي مش راضيه تقول، بس انا سامعه الصوله بتقول اللي هي داخله في نظم. ناس؟ طب ده النصابين دول اجدع ناس. يلا يا اختي اضحكي وفرفشي كده. عارفه يا هايدي كله مكتوب على جبيننا يا اختي والنبي. قومي 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 يا هايدي، قومي قومي، تعالي معايا يلا فرفشي. قومي هوي نفسك يلا، قومي يلا بس يا حبيبتي يلا هوي نفسك بقى، ما تقعديش كده. بس عنها كده بلا مرحقه بلا بتاع. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. والنبي يا اختي يعجبني حين يا لهوي. هو ليه الحين مصمم على قتلي؟ شوف يا هيمة، أكو ناس تحفر قبرها بإيدها، ومروان من النوع هذا، لكن أنت كبرت، كبرت بنظري وايد. الله يكرمك يا شيخ جاسم، أنا بس فاضل لي تكة على مروان وأوصل للي أنا عاوزه، بعد كده بتاعك. بس أنت ما قلت لي، شتشتغل في مصر؟ حاوي. حاوي؟ آه.
بسحر القرش عشان اوقعه. بس بيني وبينك انا جايب المهموس بتاع مروان ده من فيلم اجنبي شفته 12 مره في السينما. حسافه حسافه اني ما تعرفت عليك بمصر، كان شقلتك عندي وخليتك ذراع اليمين. ايه ده، انت عندك شغل في مصر يا شيخ جاسم؟ اوه، عندي شركات، عندي مصانع. عندي مصانع للالبسه الجاهزه، عندي مصنع للالبان، عندي مصنع للاثاث المنزلي. انا اصلا يا هيمه اقيم في مصر اكثر من اي دوله في العالم. اللهم صل على النبي، ربنا يزيد ويبارك. بس معلش مش مكتوبه لك بقى بدراعك اليمين، بس ان شاء الله لما ارجع مصر بالفلوس هشاركك، ما تقلقش. بس ها احذرك شديد الحذر من هذه اللي اسمها نجوان، هذه عقرب تقرصك وتخليك جثه هامده علشان تروح حق غيرك. لا ما تقلقش، ما تخافش على كبدكي من حرمه ابدا، اصل انا واخد فيهم الذهبيه. عجبتك يا شيخ جاسم؟ قوي. وده عجبته في ايه؟ الضغط مش مظبوط وضربات القلب مش منتظمه، لازم تروح المستشفى فورا. وحضرتك بقى يا دي مهانم بتشتغلي في ايه بالظبط؟ عندي منتجعات سياحيه بكذا مكان بالعالم، بالبرازيل وكندا وعندي كمان مدينة ملاهي كبيرة بتركيا. ياه، ده حضرتك كده هتغلبي شوية باريس هيلتون. ايه، رحت كتير على باريس وتصورت جنب البرج. لا لا، بتهزر، هي بتحب الزيتون. عشان باريس. انا قدمت لها على فكرة يعني دراسة جدوى بخصوص الاستثمار في مصر. ها طب عظيم عظيم، وناويين بقى ان شاء الله تستثمروا فين؟ في الساحل الشمالي ان شاء الله. في يعني قرى سياحيه موجوده في منطقه الساحل زي اوروبا بالظبط. احنا قدامنا ارض مساحتها كبيره جدا ما بين منطقه الساحل لمرسى مطروح. احنا بنفكر نعمل منتجع هناك، نفس المنتجع بتاع الهانم الموجود في البرازيل. ده هيبقى حاجه جديده على مصر وفي نفس الوقت هيجيب ربح كويس قوي. واو واو، لا لا لا، فكرة حلوة قوي، فكرة حلوة قوي. وكمان أنا عارف المنطقة اللي حضرتك بتقول عليها، وفعلا عارف إنها منطقة واعدة زي ما بيقولوا، بس أنا يمكن للأسف ما شفتش المنتجع بتاع دي مهانم اللي في البرازيل. لا، هاي مو منتجع، بتدخل فيه بتحس بإنك بقطعة من الجنة، شي بياخد العقل. لا ده حضرتك كمان شاطرة في الدعاية، ده أنا كده اتشوقت إن أنا أروح أشوفه. بتشرف. الله يخليك. طيب ومشروع زي دوت تكلفته قد إيه في مصر؟ بص، حوالي 120-130 مليون يورو، مش هيبقى أقل من كده، ولكن ده في الفترة الأولانية بس. يعني في خلال 5 سنين لو بعنا المنشآت السكنية، الفيلا، الشاليهات، هنتكلم في داخل الفرينج ما بين 350-400 مليون يورو. ده غير طبعا ان الخدمات الفندقيه والصحيه والترفيهيه هيفضلوا ملك للهانم وتحت ادارتها. عظيم عظيم، واكيد بقى حضرتك شفت المنطقه دي عشان كده قررت تحط فيها فلوسك وتستثمري فيها. بمصر؟ اها، مصر كتير حلوه بالصور وعلى الخرايط، بس انا ما شفتها على الطبيعه. ياه، ازاي؟ انا من رايي ان انت لازم تشوفي المكان دوت عشان تعرفي تحطي فلوسك فيه. اكيد، انا ما برمي فلوسي. وحضرتك من وين؟ من مصر. انا من الزمالك، ابا عن جد. ويمكن انتوا لو بتقلبوا في القنوات الفضائيه المصريه يعني ممكن تكونوا بتشبهوا عليا، عشان خاطر انا مقدم برامج واعلامي، وفي بقى برامج بتستضيفني وانا بستضيف ناس وهكذا يعني. انا الحقيقه ما بتفرجش، ان ما عنديش وقت، بس ما اعرفش طبعا دي مهنه. انا كتير بحب الافلام المصريه. عظيم. وبالذات الفنانين عادل امام. عادل ادهم. عظيم. عادل الفار. نعم. قصدي يعني طالما وصلنا بقى لعادل الفار. لا ده موضوع كبير وعايز قعده تانية. عموما انا سعيد جدا بالقعده دي وان شاء الله تتكرر. عموما ده الكارت بتاعي، ويشرفني ان حضراتكم كلموني، ويا ريت حضرتك بالذات تكلميني، لان هتلاقي عندي معلومات تفيدك كتير في الاستثمار في مصر. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لحضراتكم جدا. فرصه سعيده جدا. فرصه سعيده. باي. فار يا كوريا، مشرف. تمام كده يا دكتور؟ انت عاوز تسرحني يا عزوز؟ انت فاكرني ايه؟ الله الله الله، ليه اللون القافل ده يا نوال؟ انت شايفاني ايه؟ لا مؤاخذه. الله يا بنت، ده جواز على سنه الله ورسوله. الله، هو انت مش كنت عاوز تتجوزني؟
دلوقتي جايب لي واحد تاني. يا بنت الحلال افهميني. الله، وانا قلت مش هتجوزك يا نوال. يا نهارك اسود، يعني انت عايز تتجوزني انت والراجل مع بعض؟ ليه، وانا خرنج ولا ايه؟ افهمك يا نالي، مش انا لما طلبت اتجوزك انت طلبت ان انا اكتب لك نص الكباريه، صح؟ صح. طيب انا جايب لك الراجل ده بقى شيخ ساري عربي، عايز اتجوزك لمده شهر واحد 30 يوم، هيدفع فيك 250,000 جنيه، يعني ربع ارنب يا نوال. الله، يخلص الشهر من هنا وانت تقفشي بوكست من هنا، تعملي بيه مستقبلك كانك كتبت لك الكباريه بالظبط. كام شهر كده وتخلص عدتك ونكتب الكتاب ونعلي الجواب انا وانت، وكله بالشرع وبالقانون، مفيش جنس اي حاجه شمال. وهو الراجل ده هيدفع المبلغ ده كله ليه في شهر واحد؟ هو على شوشته يعني شافك مره واحده ولا هي دي؟ مفيش غيرها. والراجل ده ما بيحبش الشمال ولا بيحب الحرام، كله بيبقى شرعي. وافرض بقى مرضيش يطلق، ياخدني معاه بلدهم يشغلني خدامه لمراته وعياله. الله 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 الله، اخص عليك يا ناني، الكلام ده برضه تقلع عزوز يا بنت، ده انت الحته بتاعت يا بنت. مش عارفه قلبي كده مقلق ومش عاوز يقعد من الحكايه دي. ما انت بقى لما تقفشي الشنطه بربع مليون جنيه وتمسكيهم في ايدك وبيتيهم في حضنك يا عنايا، وتاني يوم الصبح تطلعي على البنك تاستكيهم في حسابك، ساعتها بقى قلبك ده هينام وهيشخر ومش بعيد يقول لك غطيني وزغرتي. مروان، عارف يا حبيبي انا سالت كده واتقصت وعرفت ان البيبي ده ممكن يسجله باسمي واسمك من غير ما نتجوز. بعدين خلاص يا حبيبي احنا مش محتاجين الجواز. انا صحيح كنت عاوزه ان احنا نتجوز عشان يبقى في حاجه تجمعنا ما بين بعض، بس البيبي الحقيقي ده هيبقى احسن حاجه تجمعنا. وبعدين انا نفسي ان احنا ندخله مدارس هنا، اكيد يعني التعليم هنا احسن من مصر بكتير. ولما يكبر هعلمه السباحه عشان انت بتحب السباحه. بعدين معرفش، نفسي ان هو يطلع طيار عشان يقعد يطير بينا من بلد لبلد. وكمان عايز اعلمه تمثيل عشان انت بتحب الافلام الاكشن وكده. يا ترى بقى فكرت تسميه ايه؟ حبيبي مش مهم، الاسم اللي انت هتختاره انا موافقه عليه. ماشي يا حبيبتي. انت رحت للدكتور قبل كده؟ لا يا حبيبي. طب ازاي؟ انت مش لازم تروحي للدكتور عشان خاطر تطمني على نفسك وتطمني على البيبي؟ اه، انا هحجز لك عند الدكتور وانا وانت نروح له سوا. بجد يا مروان؟ اه يا حبيبي. يا رب يخليك لي يا حبيبي وما تحرمش منك. مالك يا سوكا؟ ايه يا حبيبي؟ وانا كل ما اجي كده اشجر على سندس الاقيك قاعد حزينك ده، زي ما يكون ميت لك جاموسه والله بقره يا راجل. قلقان يا عم شكري، هاجر جالها عريس واخوها مصمم يجوزها وعمال يزن في ودانها زي الناموسه الرخمه. الجواز قسم ونصيب، وان شاء الله بعون الله ربنا هيبعت لك نصيبك. معقول يا عم شكري بعد الحب اللي حبته له ده ممكن هاجر تبيعني؟ لا يا ابني، انا حسب تجربتي يعني في الدنيا الست عمرها ما تبيع رجلها، حتى لو تقدم لها قارون بماله نفسه ما توافقش ابدا. انا عمال اكلمها كل شويه، بقى لي يومين عمال اكلمها عم شكري ما بتردش، انا قلقان قوي. معلش يا ابني، هتلاقيها في نبطشيه ولا عمليه. ادعي ادعي، احنا غلابه وربنا هيستجاب مننا وهي كمان غلبانه. انا ورايا للدعاء. يا رب يا عم شكري اسمع من بقك ربنا. يا رب. يا اس شكري، خد يا اخوي دوق الرز بلبن بتاعي بالمكسرات، صنعت ايديا وحيات عيني. دوق، ده كان ابو الواد سوكا الله يرحمه كان يقول لي احلى رز بلبن من ايديك يا ام سوكا. خد يا واد يا سوكا دوق. بقول لك ياما بعيده عني ياما، ولا عايز اكل ولا اشرب، سيبيني في حالي ربنا يخليك. دوق انت يا حبيبي. ايه ده بالمكسرات؟ المكسرات ده جميل. ما شاء الله ما شاء الله، ده ناقص السكر. ها ان شاء الله عنكم ما اكلتم انتم الاثنين. الله يرحمك يا ابو سوكا كان دايما يقول لي اجمل حاجه فيكي يا ام سوكا الرز بلبن بتاعك، كان راجل اكيل رز بلبن بجد بجد بجد. اجيبك منين يا ابو سوكا دلوقتي؟ اجيبك منين يا اخوي؟ عشان اقدر فيص منها. هايدي حبيبتي، سلامتك سلامتك يا روح قلبي. الف سلام عليك يا هايدي. علاء المأمور قال له انك انت اتنقلت المستشفى فمر عليا وجابني هنا. معلش يا هايدي، أنا عارف إن موقف صعب، بس حاولي ما تاخديش كل حاجة على قلبك، وإن شاء الله أزمة وهتعدي. هايدي حبيبتي، أنا عارف إنك في محنة وموقف
صعب عمرنا ما كنا نتخيله، بس أوعدك وأنا بابا بقى اللي بوعدك إنك هتخرجي من هنا في أقرب وقت ممكن، هترجعي بيتك فلوسك وحياتك. أنتوا هتفضلوا تضحكوا عليا لحد إمتى؟ تقعدوا تقولوا لي هتخرجي وهتتحل، ولا بخرج ولا بتتحل. أنا حاسة إن أنا خلاص هقضي باقي عمري هنا في السجن، أنا خسرت كل حاجة وبقيت مجرمة وسوابق. المهم بس إن يكون ضميرك مستريح، وإنك تكون حاسس إنك أديت واجبك وإنت شايفني بالمنظر ده. أنا هفضل معاكي لغاية ما تخرجي من هنا، وإن شاء الله ده هيكون في أسرع وقت. أيوة أيوة أيوة، وضبي الدنيا كده يا قمر عشان الناس اللي جايين. ربنا يسعدك يا حبيبتي. بالمناسبة أنا كلمت خالاتك وعماتك وجايين النهاردة. أنا مش فاضية النهاردة، عندي شغل. نعم؟ يعني إيه مش فاضية؟ ده النهاردة خطوبتك يا حبيبتي. بس أنا مش موافقة. مش موافقة على إيه بس يا حبيبتي؟ بدأ عريس يترفض برضه؟ شاب كويس وحليوة وصغير وابن ناس طيبين محترمين، أنا مش فاهم إزاي يترفض. أنا مش عايزة أتجوز دلوقتي. أنت اللي فتحتي سيرة الجواز ده. لما جبتي لي الواد الصايع الضايع بتاع الكباريهات، قلت يا واد يا فواز لازم تختار لها واحد كده يليق بيها وبعيالها اللي هتخلفه. خلاص يا فواز أنا غيرت رأيي ومش عايزة أتجوز دلوقتي. طب تعالي يا حبيبتي اقعدي، ربنا يهديك يا رب. قولي لي أنت ناوية تتجوزي أمتى؟ لما أخوك أسنانه تقع وشعره يشيب إن شاء الله ولا إيه؟ لما ربنا يأذن هتجوز. يا حبيبة قلبي أنت مش حاسة إن أخوك سنه بيكبر ووقف جنبك طول عمره وأخر دنيته وحياته عشان يطمن عليكي؟ على عيني وعلى راسي اللي أنت عملته معايا فواز، بس تطمن عليا مع واحد أنا اختاره، مش ترميني كده والسلام عشان تخلص مني. هرميكي ايه بس يا حبيبتي؟ انا لو كنت فكرت في نفسي ولو مرة واحدة بس كنت اتجوزت من 10 سنين فاتت، لكن قلت لا، دي اختك الوحيدة لازم تسطرها وتشوفها وهي في بيت عدلها واطمن عليكي، وبعد كده ابقى اشوف حياتي انا. تشوف حياتك؟ خلاص زهقت مني؟ عايز تدفعني نص عمري اللي جاي تمن نص عمري اللي وقفت فيه جنبي يا فواز؟ بقى كده يا هاجر، للأسف انت مش شايفة غير نفسك وبس، وياريتك شايفة صح. لا بقى، أنا شايفة صح كويس قوي. انت عايز تخلص مني عشان الشقة. شقتي والكلام الفاضي اللي بتقوليه ده؟ فين عمري وفين صحتي؟ ويا ترى لو فكرت اتجوز النهاردة مين هتقبلني؟ واحدة مطلقة ولا واحدة أرملة؟ ولو حبيت أخلف الفرق بيني وبين عيالي هيبقى قد إيه؟ ويا ترى هيقولي بابا ولا جده؟ يا فواز انت أبويا وأخويا وكل حاجة ليا، بس حرام عليك لما ترميني الرمية دي أفضل شيء لها همها طول عمري. أنا لا برميكي ولا بجوزك جوازة أي كلام ولا بديكي الواحد قد أبوكي، أنا عاوزك تبقي أسعد إنسانة في الدنيا. أنت لسه صغيرة يا هاجر، وإن شاء الله تتجوزي وتخلفي، وبعد كده إن شاء الله تفتكريني وتقولي الله يمسيك بالخير يا فواز يا أخويا، أنت فعلا اخترت لي صح. ربنا يهديك يا هاجر، ربنا يهديك. بص يا ابراهيم، انا جايباك عشان اقول لك تنسى اي كلام احنا اتكلمنا فيه قبل كده، انت لا تعرفني ولا انا اعرفك. الله 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 الله، ايه نوجة سكة المطبات الجديدة دي؟ ما هو خلاص انا مروان ما بقاش ينفع ان احنا نبعد عن بعض، انت بقى اللي لازم تبعد عننا وتشيل كل الهبل بقى اللي في دماغك. هبل ايه ونيلة ايه؟ انت اللي هبلة، عاوزاني انزل مصر واسيب 50 مليون؟ استهدي بالله كده يا نجوان وصلي على النبي وما تبوظيش الدنيا عشان خاطر واعده نفسك بعيل ابن حرام. انت مالك انت؟ حياتي وانا حره فيها الله؟ انت هتزعلي في اليونان كده؟ بص يا ابراهيم، انت لو ما بعدتش عن طريقي انا ومروان هخليه ينسفك من على وش الارض. انت بقى ما تعرفش مروان لما يغدر. لا وعلى ايه؟ الطيب احسن يا نوبه، بس انا ما ينفعش ارجع مصر. انا لو نزلت مصر سلومه هيموت. خليني عايش معاكوا هنا وشغال سواق وانتوا في راحه بابنكوا زي ما انتوا عايزين. نعم يا اخويا، انت بتستعبطني ولا ايه؟ هما يومين انت هتدور على شغلانه بعيد عننا احنا خالص، والا يا ابراهيم هتشوف نجوان عمرك ما شفتها قبل كده. هات دول. شكلها هتبوظك بداكي. تبوظ؟ تبوظ مين؟ ده انا قتيل. ماشي. يو هو عاد الفار ده يعني فنان ولا مش فنان؟ ولا هو يعني بتاع كفته؟ مش مهم، بس احنا لحد دلوقتي ماشيين كويس جدا الحمد لله. بس انا بقى قلقان من اللي بعد كده ده. كوريا انت بتقعي كتير، موضوع باريس وباريس ده لوحده مصيبه، مروان ده مش سهل ده تعلم. عشان كده يا عماد انا كنت حاطك في النص علشان اشغله بيك فما يركزش مع كوريا. وانا مش عارف اقول منها فنان، انا سمعت باريس وكلنا عارفين ان باريس دي بلد، قلت اما اعرفه اني عارفاها واديت له اماره بالبرج. انا شرفني بقى يجي في بال مين يعني في واحده اسمها باريس؟ طب ما انت اسمك كوريا وكلنا عارفين ان ده اسم بلد كلها. خلاص فهمت،
باريس بقى ولا مش باريس؟ كلها اسامي ربنا. يلا انا همشي، خليني معاك بقى على التليفون. ها اوكي، شكرا عماد. على ايه؟ باي يا ندور. باي كوري. سلام. ايه ده؟ تليفون من مصر. الو الو، صباح الخير يا نادر. اهلا يا ساره، ازيك؟ عامله ايه؟ انا حلوه. وانت؟ اكيد مش حلو زيك. ما بتتكلميش من تليفونك ليه؟ انت عارف هنا مانعين التليفونات خالص. صح. الحمد لله بقيت كويسه جدا. هتيجي امتى عشان تاخدني؟ مش عارف قدامي قد ايه بصراحه ساره، بس هحاول ما اتاخرش ان شاء الله. طيب يا بيبي، اعمل حسابك ان انا محبوسه هنا لحد ما ترجع. ايه لحقتي ازاي؟ لا خالص، بالعكس، انا بس حاسه اني اول ما هخرج هبقى بتولد من جديد زي ما بيقولوا لنا هنا، فمستعجله قوي اني اتولد من جديد يا نادر. ما تقلقيش هرجع لك على طول ان شاء الله، وخلي بالك من نفسك. ماشي حاضر، يلا باي باي. يا ساره دي من بقى ان شاء الله الحتة بتاعتك؟ يلا حبيبي يلا يلا. كهير ثانك يو. انت مش متخيل انا فرحانة بالبيبي ده قد ايه، وبعدين نفسي قوي اشوفه في السونار. يا حبيبتي انا حاسس فرحتك قوي بجد، حاسك. خد يلا انت. ايه ده انت بس؟ يلا دي موافقتك على العملية. عملية؟ عملية إجهاض؟ ها؟ ليه يا مروان؟ حرام عليك، أنا مش عاوزة أنزله. امضي بس، امضي امضي بس، خلصينا يلا. عشان خاطر يا مروان ما تعملش فيها كده، ده أنا فرحانة قوي بالبيبي ده، ونزلت واشتريت له هدوم، وبعدين أنا بحبك ونفسي في حاجة منك. أنا كمان بحبك، عشان عايز أحافظ عليكي عايزك تنزليه. طب ليه؟ أنا عملت لك إيه؟ ما بلاش شغل الشلت والحواري ده. سيبك من كلام ده انتصار، ولازم تمسك الراجل وتربطيه جنبك بشوية العيال، ها؟ سيبك من الحاجات دي خالص. أنا حبيتك عشان أنتي ورق العنب، عشان أنتي مختلفة. طب خلاص، أنا مش عاوزة جواز ولا عاوزة أي حاجة، بس أبوس إيدك يا مروان عشان خاطر ما تحرمنيش من البيبي ده، سيبهولي. مش عارف أقول لك إيه يا حبيبتي، أنا كده كده مش هعترف بيه ومش هسميه باسمي. خلاص يا أخويا خليه وأنا أكتبه باسمي، مفيش ولا أي مشكلة. يرضيكي؟ يرضيكي أول بيبي ليا أكتبه باسم مرة؟ وبعدين أنا كنت غايب عنك فترة كبيرة، وأنت كان حواليك ذئاب بشرية كتير، وأنا مضمنش بقى أي ديب من دول جه جنبك عمل إيه وأنا ما كنتش معاكي. معقولة؟ أنت بتشك فيا؟ أنا بحبك وعايز أحافظ على علاقتنا، وهكوني فاكرة إن أنا قاعد باخد ودي معاكي في الكلام ودردش إذا كنا ننزله ولا ما ننزلوش. لا، انتي هتنزليه. عارفة ليه؟ عشان انا قررت. طب ولو انا مش عاوزة انزله؟ يبقى قدامك حل من حلين، يا اما نستغل المكان الطبي الحلو ده وتنزليه وتبقى انتي في امان. امال ايه؟ انا جايبك هنا ليه؟ عشان خايف عليك وبحبك. يا اما الحل التاني نخرج من هنا ونزله انا بإيديا، بس ساعتها انا مش عارف انت هتكوني عايشه ولا ميته. وفي الحالتين اذا كنت عايشه او ميته فاحنا علاقتنا انتهت. ها ايه رايك؟ اختاري. اخترتي؟ امضي بقى يلا يلا امضي. يلا حبيبتي يلا حبيبي، بسرعه بس. ايوه عشان اتأخرنا عن الناس. يلا. حاضر. أيوة.
ايه طالع تعمل ايه يا كريم؟ معاك طالع تعمل ايه؟ هطلع اقول انا بحبها واللي هو يقول عليه بس يجوزها لي يا عم شكري. انت فكرك يعني هتجوزها لك بعد الفضيحه اللي عاوز تعملها لها دي؟ عاوز تفهم الناس انها كانت ماشيه مع الثاني؟ عاوز تخلي سيرتها تبان ضد الناس؟ تعالى تعالى سوق استهدى بالله، تعالى تعالى كل شيء رصف ولطيف، تعالى يا تعالى مالك. أنا زهقت. معلش زمان على وصول دلوقتي. وصول إيه بس؟ حصل لي متقمضة في الهدوم اللي أنا قاعدة فيها دي. مطة شرب تاخدي عصير؟ لا شكرا مش قادرة أوطي. دخل أهو. الشيخ دخل عليه قطر البعيد. اهدي اهدي. مساء الخير. اهلا اهلا اهلا. مساء الخير فنور. ده احنا لو كنا متفقين على ميعاد ما كناش هنتقابل كده. ايه الفرصه السعيده دي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا زعيم؟ الحمد لله كله جميل. لا لا انا متشكر جدا، انا مش كل مره هزعجكم فيها بقى. وبعدين انا هقعد على البار عشان خاطر لو كانت ديما هانم عايزه تقابلني كلمتني في التليفون ما معاها نمرتي. كانت مشغوله كتير. لا 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 يا ريت تفضل معانا، بالعكس ده انا عايزك في موضوع ضروري. اتفضل اتفضل. خير؟ اتفضل. ده انا لسه كنت بقنع الهانم دلوقتي على موضوع الاستثمارات في مصر، وبحاول اقنعها بكده خاصه ان المجال دلوقتي هناك بقى مفتوح غير خالص اللي بيصوروه الاعلام الاوروبي، انت فاهم؟ لا هو فعلا هو استاذ عماد عنده حق، لان فعلا دلوقتي بقى في مجالات في مصر كتيره جدا ممكن تستثمري فيها ما كانش ينفع تستثمري قبل كده فيها خالص، خاصه المجالين المعروفين سواء العقارات او السياحه والمكسب فيهم كبير قوي، يعني الموضوع بيبقى لطيف. استاذ نجي واحد اتفضل. هات السجاير بسرعه. يلا. أنا مع حضرتك طبعا، بس أنا مختلف شوية بس في وجهة النظر، لأنه السياحة والعقارات دلوقتي ما بقتش هي المجالات اللي ممكن تستثمري فيها في مصر إلا بقى لو عايزة تخسري فلوسك. في حدا يحب يخسر يا مروان بيه؟ لا طبعا ما فيش حد بيحب يخسر، ولذلك لو الواحد حابب يحط فلوسه فعلا في حاجة زي كده لازم يبقى عامل لها دراسة كويسة جدا. السجاير يا باشا. ماشي شكرا. تؤمر بأي حاجة؟ لا شكرا. فزي ما بقول لحضراتكم كده انه صلاة النبي احسن كوريا. انا سوري مو من كوريا. مين يما؟ في ايه يا ابراهيم؟ في ايه؟ في ايه يما؟ دي ايه في ايه؟ ايه اللي جرالك؟ انت متقل شويه ولا ايه؟ معلش يا باشا بس اصلي افتكرتها كوريا، اصلها شبه الكوريين. يلا بتفضل روح استناني في العربيه. يلا ماشي. صدقوني غير مش مقصود ابدا، وبعدين حضرتك قلتي هتروحي مصر فهتشوفي من الاشكال دي كتير. انا اسف يا زعمات. حصل خير حصل خير. ايه ده انت لسه واقف؟ اتفضل روح على العربيه. انا مؤاخذه يا باشا. طب بعد اذنك بس يا باشا ايه، هستاذن ساعه كده لحسن ضربت واحد شاورما وقلب القولون عندك. طب يلا 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 روح روح يلا. انا بعتذر جدا للمره التانية على اللي بيحصل ده، بس صدقوني مش مقصود. فنرجع نكمل كلامنا بقى بالنسبه للاستثمار. ما اظنش ان السياحه والعقارات هم دول افضل مجالين ممكن نستثمر فيهم. سيجاره وزعمات. الصلاه على النبي يا نجمه مصر، الشيخ علواجي اهو ومعاه المحامي بتاعه جاي يكتب عليك عقد عرفي ويدفع لك 250 الف جنيه، وانا شويه كده وهبعت اجيب عيلين من بره يشهدوا على العقد. والمصاري حاضر والعقد جاهز. والعقد ده مكتوب قد ايه؟ مهر ولا مؤخر؟ قد ايه وقت يا استاذ؟ هذا لا يجوز يا ست نال. عقد النكاح اذا تحددت فيه مده فسد،
وهذا يخالف شرع الله، وأنا ما أحب أخالف شرع الله. خلاص يا أخويا ما تخالفوش، وأنا أضمنك منين؟ مش جايز تستحلاها ولا تخليني أسيب مصر وأجي عندكم؟ هذا ما يصير يا ستنان. أنا عندي عيلة، ثلاث زوجات وتسع أولاد، أنا أبي أجي مصر علشان أروح عن نفسي، ليش أخدك معي؟ خلاص يا أخويا يفتح الله. الله 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 الله، تعالي يا ناني بس أقعد، خدي بس يا شيخة تعالي. بقول لك إيه يا عزوز، اقفل على الموضوع ده خالص يا أخويا، أنا قلبي مش مرتاح. ما تستهدي بالله أمال يا ناني، الله، ليه عندي كريم مليون حل؟ لا مليون ولا مش مليون، أنا مش عاجبني اللون من أوله لآخر. ليه بس يا ناني الله؟ ده الشيخ حلوان ده راجل طيب وزي السكر، هيدفع لك 250,000 جنيه. وعلى فكرة بقى أنا ممكن أضغط عليه وخليهم لي 300,000. خلاص يا أخويا لو عاجبك اتجوزه أنت وابقى اعمل له خاص. الصلاة على الصلاة يا ست سوريا، الصلاة على الصلاة. بقى سايبك في مصر كوريا بقيتي سوريا. ايه ده؟ ايه يا اخ انت اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ انت اللي عاوز ايه؟ انا خاطبها، ما تقولي له يا ست سوريا. ده الاستاذ عماد المحان. اه وانا هفضل في حضن البقف ده كتير؟ سيبه يا اخ، سيب. في ايه؟ عاوز ايه؟ احنا مش قلعنا الدبل وخلصنا؟ وماله؟ بس يا بت ده في ايه؟ ده احنا طلعنا جامدين قوي، ورينا. ايه ده؟ ها؟ ده احنا طلعنا جامدين يا بت. اخلع من هنا كبداك، وانا سايبه مصر كلها عشان تنط لي هنا؟ اخلع مين؟ بقى انا سايب الراجل الكبير وجاي لك وتقولي لي اخلع؟ اخلع مين؟ امال عاوز ايه؟ انا مش عاوز، انتوا اللي عايزين، انت والراجل اللي مشغلك ده. بقول لك ايه؟ استاذ كنتاكي انت، لو في طريقه محترمه اكتر من كده نتكلم. لا كنتاكي ده عند امك في مصر. اه بس لو عايزين نتكلم باحترام وماله، نتكلم. انت عارفاني محترم، زباله بس محترم. يلا حلو. نتكلم باحترام. حاضر يا اخويا. اتفضلوا. يلا. امال كنت عايشه لي في دور عبده موته ليه؟ مساء الاماني يا ست ناني. امشي من وشي سعادي يا طاعون، انا عفاريت الدنيا بتتنطط قدامي. اوعى تكوني خليت الشيخ علوان يكتب الكتاب ويعلي الجواب. وانت عرفت الحكايه دي منين؟ إيه؟ عيب، ده انا طاعون اللي يعرف الكتكوت اللي جوه البيضه ذكر ولا انتاي. المهم النصبايا اتعملت عليكي ولا فكيتي؟ نصبايت ايه؟ امال انت يعني فاكره عزوز بيرمي 4 ملايين كده؟ يعني ايه؟ يعني اللوكلوك مش هينفع هنا. اطلعي غيري هدومك وارمي نفسك في تاكسي واسبقيني على النسكافيه الكبير اللي في اول شارع المنجل، عارفاه؟ اه. ربع ساعه وههبق واجيلك اقول لك على الدور كله وارسيكي، ولو عجبك الدور ابني لك عليه دور تاني ويبقى دوبلكس. يلا يا بنت يلا اشتري من تعوم مش هتخسري. صلوا بقى على اللي هيشفع فيكم. المصلحه دي بتاعتي، ها؟ وفلوس مروان دي كلها كانها مكتوبه باسمي في البنك الاهلي، وانا من صغري اللي ينط على لعبتي انط على رقبه ام. يو انت هتاكلهم بالصوت ولا ايه؟ الليله دي مش ليلتك يا كبداكي. وبعدين تعالى هنا، فلوس اللي انت كبشها في عبك دي، ده انت حيلا سواق البيت. سيب الدكتور والاستاذ يشوفوا شغلهم، عايزين نرجع البت، عايزين نطلعها من السجن. البت غلبانه مربيه في مصر. وبعدين بقول لك ايه، انا مش جايه هنا اتخانق معاك على لقمه عشان اكلها منك، انا جايه ارجع الرغيف كله لصاحبته. بص يا ابراهيم انا هقول لك كلمتين كده بالعقل علشان ما